بقول انه انا بعد ما شلبت هالفكره هيك بعقلي يعني بعد اللي انتم عملتوه اكتشفت انه انتم قدمتوا لي خدمه لافر، لا بل الهمتوني بطريقه ما لحل قضيه كانت معصلش عندي. الهمناك؟ عفوا ما فهمت. بسيطه كثير يا مانا، مشكله ابدا. انا في عندي جريمه قتل بدون قاتل، انا بحاجه لقاتل غير موجود لبسوا هاي الجريمه. استاذ نوح انا لهلا ما بفهم عليك، نحن شو دخلنا بهالشغله؟ ما واضحه؟ بصور واضحة وبسيطة يعني. أنا بدي بس تعيشوا لي سليم الراعي للبسوا هالجريمة. خذ مي، خذ مي. شو أستاذ نوح، أنت سمعت حالك شو عم تحكي؟ كأنه هالتبولة ناقصها شوية حامض. أنت بتعرف شو يعني واحد يحيي ميت؟ أنت بعمرك بحياتك جربت تعمل هيك شيء لحتى تطلبه مني؟ لا ولا مرة، ولا مرة. هاي ماني مجربة أنا. أنا بعرف إنه في واحد بيموت بس واحد بيعيش، لا خلينا نجرب مع بعض. يبدو الأستاذ نوح عم يحكي وماله بوعيه، وأنا ما حكمل هذا الجنان، يلا بالإذن. عود عود عود. هلا غير المليون دولار اللي راح أشطكم ياهم اللي أخذتوهم من مرتي، وغير الخمسين ألف تبع أمشربين اللي رح تدفعوها من جيبتكم، رح أسحب لكم شهاداتكم الطبية وأمنعكم من مزاولة المهنة بكل أنحاء العالم، وغير مدة السجن اللي رح تتراوح بين العشرين للخمسة وعشرين سنة، هذا إذا بقي شيء من العمر. أستاذ نوح إحنا ما رح نقول لك لا، بس أطلب طلب يتنفذ. أنا ما بطلب المعجزات، أنا بدي كل اللي بيعرفوا سليم الراعي ومين اللي تعامل معه، بس هي المعلومات اللي بدي إياها. أستاذ نوح القصة مقصد معلومات، في جسة وفي دفن وفي أهل حارته اللي أخذوا جسته. أنت قلت لي إنه ما حدا فتح القبر ولا حدا شاف الجسة، صح؟ مزبوط. بس دكتور هادي بلشت تفهم علي. أنا كل شي بدي إياه توصلوني لباب المستشفى، لعتبة المستشفى وتركوا الباقي علي. أوكي؟ شو؟ بتحلى؟ بتحبون تحلى؟ إنه بس هيك قال لك؟ ما قال لك مثلا شي تاني؟ سألني شو عملته؟ وبس خبرته سكر. طيب ما قال لك إذا بده إيانا أو أي شي؟ لا ما قالش. بعدين مين هي ليلى اللي مهتم فيها لهالدرجة؟ وشو العلاقة والرابط بين سليم والمخلص؟